السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي القناة. من الآخر خلاصة موعد مباراة يوفنتوس أمام دينامو كييف في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، توقيت كل الدول والقنوات الناقلة والمعلق. المباراة بإذن الله تعالى هيكون ميعادها اليوم الثلاثاء 20/10/2020. المباراة بين يوفنتوس ودينامو كييف زي ما قلنا، المباراة ميعادها الساعة 6:55 يعني 7 لـ 5 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 7:55 يعني 8 لـ 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، والساعة 8:55 يعني 9 لـ 5 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 5:55 يعني 6 لـ 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4:55 يعني 5 لـ 5 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. زي ما قلنا، المباراة في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2020/2021. القناة الناقلة قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، ومعلق المباراة خالد الحديدي، وإليكم القنوات الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة. متابعينا الكرام، طبعا الفرقتين أو الناديين يقعوا في نفس المجموعة، المجموعة جي من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ومعاهم برشلونة ومعاهم فرانكا فاروزي المجري، ولسه دي اول جولة محدش لعب اي حاجة خالص. كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر وخلاصة، قدمنا لكم موعد مباراة يوفنتوس القادمة امام دينامو كييف الاوكراني الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا 2020/2021. اشترك في القناة بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو على الاشتراك، سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.